أمان حوله. أخذ إلى السجن، عذب أشد العذاب، حتى وصل إلى لحظة من لحظات فيقصون ضفائره وهو توسع. نطق إليه أحد الصحابيين الفرنسيين في ذلك الوقت، إن كنت على حق والله أعلم، من صحيفة الفيجارو، فقال له: يا بن هيلي، مسيو بن هيلي en français. Pourquoi vous rigolez? Non, non, mon ami, je rigole pas. Mais je suis fier que ma chère ne m'a pas trahi. Ana astakhar bi jildi lam yahunani. Hadi tabqa tarikh. Wa yaqul sha'ir al-thawra bi Zakaria: ana ayyuha al-zalimuna al-mala. Fa haqqa al-jihad wa haqqa al-fida. أنا أتركهم يرسمون العروبة، مجد القبوة والسلالة، وليس بغير صليب السيوف يجدون صوتا لنا أو سنا. الجزائر للجزائريين، للأمازيغيين، للشاوية، لتوارك، لجميع الجزائريين الذي يحمل الجنسية الجزائرية. أنا أفتخر الآن أمامكم وأعود بالافتخار لهذا الشعب الجليل الذي شرع في بلد حر بنظام فاشل لم يعطني الجزائريين ولا شيء. منذ اتى رئيس الجمهوريه عبد العزيز بوتفليقه، صحيح الانسان يتكلم بالحقيقه، قولوا الحق ولو كان مرا، قولوا الحق ولو كان مرا. الرئيس كرس جهده لبناء البنية التحتية للجزائر التي أهملت، والتي أهملت عفوا، التي أهملت في سنين، حتى وصل القول في ذلك السنين في السبعينات، أنا أتذكر في السبعينات في الثمانينات، يقول لطبانيان: نعيش في البنان والاناناس وما شاء الله، ما ترك لنا الرئيس الراحل والي مدني رحمه الله. وفي قولته الشهيره في خطابه في المدرسه يقول ويتكلم على سياسه التوازن الجهوي، سياسه التوازن الجهوي في 24 فبراير عام 1972. ليش؟ في تعميم البترول. نعم صحيح، انا جاي كافي. طيب نعود الى هذه جاليه جزائريه، صح؟ هذه جاليه جزائريه، ها؟ الحمد لله ما شاء الله، هناك ناس هنا كذا يقول لك 40 سنه 50 سنه ما شاء الله، ها؟ بجايلين ثلاث اجيال. انا اتكلم عن مشاكل الجاليه الجزائريه، هذا السبب اتيت الى هنا. خلاص تتخبط الجالية الجزائرية، في مشاكل إدارية اجتماعية ثقافية سياسية من كل الجوانب. الحكومة الجزائرية أتت إلينا بضيفها الكريم معالي الوزير، فقدمنا اقتراحات ومطالبنا سياسي ولا انتمي الى حزب ولا شيء، ممكن اخوتنا لا يعرفوني. اذا اردت التكلم تفضلوا يا اخوه، هذه الديمقراطيه. لكن اذا اردت ان اتكلم باسم الجاليه واطرح المشاكل التي تواجهها الجاليه الجزائريه منذ عده سنين، نرجع الى الجاليه الجزائريه. عدد الجاليه الجزائريه حزب سانسيس 2001 يتعدى 35,000 جزائري، هادو مرسلين في القنصليه،